بسم الله والحمد لله. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا هما كفار ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نبي ما تبعش الملة أحلى من تبعوش الملة الأعداء هذوما، لأنهم مش يرضوا ينافقوا باش ينومونا ويعملوا فينا ما لا فيه خير لنا. نعود إن شاء الله.